سهل خروج ووفق بهذه اللقطة من جانب الحارس أسرير نسيم. انطلاقة لفريق رائد القبة ينطلق وصوار رفيق من هناك لبوكاش وعمران في اللحظة المناسبة. ترجع الكرة لفريق للرائد لبوسفيان. الرائد وبوسفيان ثم بوكاش. من بوكاش بوكاش بمحاولة توزيع بوكاش. هاي هو الهدف الأول. هاي هو الهدف الأول لفريق رائد القبة بواسطة بوسوار. في لقطة جميلة وفرحة صار الفريق فوق المدرجات بهذا الهدف الذي أبطاه اللاعب بوسوار بعد توزيعه من بوكاش حاج. وعمل ثنائي شيء خطير في المحاولات الهجومية الثنائية من فريق رائد القبة وبوسوار في لقطة جميلة في المكان المناسب لتسجيل الهدف. اصبحت النتيجة هدف دون مقابل لفريق رائد القبة امام مولودية الجزائر. رفيق بوسوار يتمكن من هز الشباك لفريقه في الدقيقة 41. سنرى كيف سيكون في الدقيقة 41 طبعا كيف سيكون رد فعل بلودية الجزائر على هذا الهدف الذي أمضاه رفيق بوسوار على الصورة. المهاجم الخطير يؤدي في دور كبير لحد الآن في الهجوم مع بوكاش يشكل ثنائي خطير.